وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بيروت العميد هشام جابر، خبير عسكري واستراتيجي. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم. بداية، بما نفسر خروج دولة السويد عن الحياد الذي كانت تلتزم به منذ قرنين؟ يعني أولا يجب التذكير للمستمعين أن السويد وجيرانها من الدول الاسكندنافية البيين نورديك كانوا دائما في وضع محايد تجاه الصراعات الدولية، وحتى في الحرب العالمية الثانية لما تعرضوا للتدمير كما تعرضت روسيا. أما في هذه الفترة وخاصة في السنوات الأخيرة بدأت السويد كما ذكرتم، يعني صحيح انحازت عن كانت حيادية في الموضوع العسكري، أما يعني كانت دائما حيادية في كل المجالات. أما أنها دخلت الحلف الأطلسي ولم تكتفي بذلك، وعقدت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في برأيي هذا موضوع محطة أساسية وخطيرة جدا، ليس بالنسبة للسويد فحسب بل للدول التي شوقها. طب سيادة يعني العميد، سيادة العميد جابر، ما هي التداعيات المحتملة لهذا القرار السويدي؟ تداعيات وأخطار ممكن أن تحصل، يعني في حال تطور النزاع في أوروبا بين روسيا والحلف الأطلسي وأمريكا إلى صراع مسلح، هي أنا برأيي السويد ستدفع الثمن أول من أول الدول في أوروبا. السويد ليست دولة عسكرية ولكن تعتمد على حيادها كما ذكرنا، أما أن تقام فيها قواعد عسكرية أمريكية وتنشر لها أسلحة نووية، فهذا أنا برأيي تحدي كبير لموسكو. لن تسكت موسكو على هذا التحدي. التداعيات ممكن أن تتطور وتتزحرج، ربما لن يكون هناك تداعيات مباشرة في حال السلم إلا فقط العلاقة بين البلدين التي ستتدنى إلى أدنى مستوى كما حصل مع فنلندا مثلا. وإذا حصل لا سمح الله يعني صراع في أوروبا، ففنلندا وبالتالي السويد سيدفعان الثمن الباهظ عن حليفتهم أمريكا. علمتنا أمريكا أنها عندما تحالف إحدى الدول وتعقد معها اتفاقيات، يعني أمريكا بعيدة، ليس هناك خطر على البر الأمريكي، بل هذه الدول سواء كانت في العالم الثالث أو كانت حتى في أوروبا في قلب أوروبا فإنها أول من يدفع الثمن اقتصاديا وسياسيا وبالتالي عسكريا. من بيروت العميد هشام جابر، خبير عسكري واستراتيجي، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.